تمام، هنخش لايف على الفيسبوك برضو. تمام، أهلا بكم في لقاء مجتمع أوتوديسك العربي الدوري. أتمنى تكونوا قضيتوا عيد سعيد وتكونوا راجعين جاهزين كده للشغل أو الدراسة. مبدئيا كده أهلا بكم. النهاردة معانا اللقاء عن أوتوديسك دوكس. معانا باشمهندس إسلام خليل من أوتوديسك، طبعا أكيد عارفينه، كان موجود في المحاضرات اللي فاتت. هيشرح لنا، ادي نظرة عامة عن الأوتوديسك دوكس والاستخدامات وإيه المزايا بتاعتها. بعد كده معانا باشمهندس معتز بلا سالم، اي سي تكنيكال سبيشالست في سايتك، أوتوديسك جولد بارتنر، أحد الأعضاء النشطة في مجتمع أوتوديسك العربي. هياخدنا في ووك ثرو كده خطوة بخطوة إزاي نستخدم الأوتوديسك دوكس و وازاي نشير الفايلات وما الى ذلك. يعني مبدئيا كده قبل ما نبدا، ممكن يعني في خلال 3 دقائق كده الناس اللي حاضره يا ريت تكتبوا لنا على اللينك ده اللي انا هحطه في الشات، تعرفونا بنفسكم سريعا. الفكره ان احنا بنعمل الكلام ده اونلاين، ف يبقى اسهل ان احنا نحاول نشوف بعض. فلو كل واحد عرفنا بنفسه سواء بيشتغل او طالب، وهل استخدم بيم 360 اوتوديسك دوكس قبل كده ولا لا، بحيث برضو نعرف يعني هل في ناس اوريدي شغاله بالاوتوديسك دوكس والبيم 360 وكده، ولا الناس لسه جايه تتعرف عليه، بحيث ان احنا نشوف يعني مستوى الندوه برضو الناس تخش في التفاصيل ولا لا. وفي الاخر كالعاده معانا برضو وقت للاسئله والاجوبه، فلو حد عنده أي سؤال برضه يقدر يكتبه على اللينك اللي أنا حطيته. هديكوا 2 دقيقة كده 3 وبعد كده نبدأ على طول إن شاء الله. على بال ما الناس تكتب، ممكن إسلام تشير السكرين بتاعتك بحيث الناس تستعد عشان نخش على طول. السلام عليكم. ايوه يا نوفل، لو تقدر تكتب لنا على اللينك اللي انا كتبته، هل بتستخدم بيم 360 ولا لا، او اوتوديسك دوكس، هل انت طالب ولا مهندس ممارس؟ سيب دقيقة كمان بس. أسامة بن يعتاد، أهلا بك يا أسامة. أوكي، علشان ما نضيعش وقت المحاضرة ووقت الناس برضو، ممكن نبتدي دلوقتي يا إسلام. اتفضل، المايك معاك، أنا هعمل ميوت. شكرا لك يا حازم. في البدايه طبعا اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده احنا حابين نتكلم على موضوع جديد، يعني هو مش جديد قوي طبعا، بس لسه في جزء كبير جدا من قطاع التشييد والبناء لسه لم يدخل المرحله الثالثه في مراحل التحول الرقمي لقطاع التشييد والبناء، الا وهي استخدام المنصات الرقميه او ما يسمى يطلق عليها اوتوديسك كونستراكشن كلاود. اوتوديسك كونستراكشن كلاود هو منصه رقميه الغرض منها ان يتم جمع جميع العاملين في تنفيذ المشروعات بما فيهم المستشاري والمالك والمقاول وكل العاملين في قطاع التشييد والبناء في اثناء تنفيذ المشروع، وذلك بغرض حل جميع المشاكل التي تعترضهم سواء بدايه من مرحله التصميم حتى مرحله التشغيل. هنتكلم النهارده على مجموعه من النقاط. اولا، ايه هي التحديات اللي بتواجهنا عامه في قطاع التشييد والبناء، وايه هو ما يطلق عليه اي سي سي او اوتوديسك كونستراكشن كلاود،
وفي مفهوم جديد اسمه Common Data Environment أو بيئة العمل المشتركة، وإزاي إن إحنا يتم جمعنا في بيئة عمل مشتركة تكون ماشية وفقا للأيزو 19650. وطبعا ناس كتير بتسأل إيه هو الأيزو 19650 وإزاي يبقى في طريقة تسمية متوافقة للمشاريع اللي بتنفذ بالبام للأيزو 19650. بعد كده هينقلنا باشمهندس معتز الى ورك فلو لايف، هيوضح فيه الخطوات العمليه اللي هنبدا فيه خطوه بخطوه. هيحصل بينا انتجريشن وهيبقى فيه تفاعل ما بين الواقع النظري او الكلام النظري والواقع العملي. هنتكلم على اول حاجه ايه التحديات اللي بتواجهنا في قطاع التشييد والبناء. طبعا كلنا عارفين ان احنا في اي شركه في اي مكتب كل جهه بتشتغل بشكل منفصل، بيبعتوا لبعض عن طريق جروبات الواتساب، بيبعتوا لبعض عن طريق مثلا لو عندهم مايكروسوفت تيمز، لو عندهم مثلا وان درايف او ايا كان المنصه اللي هم بيخزنوا عليها الداتا. المشكله اللي بتعترضهم هو ان مفيش حد بيحط حاجه وبتوصل للناس كلها في نفس التوقيت وتدي نوتيفيكيشن. يعني انا دلوقتي محتاج ان لو في اي مشكله توصل للناس والناس تحلها لي ويبقى في متابعه دوريه واعرف اب تو ديت ايه اللي بيحصل في المشروع. عشان كده ظهرت الثلاث ارقام اللي قدامنا 35 280 96. طب 35 ريفرنس ايه؟ 35% من المشروعات للاسف بتعاني ما يسمى من فرمنتد اندستري او التفكك في التواصل ما بين جميع الاطراف المشاركه معنا في المشروع. ده بمعنى ان بمعدل 14 ساعه يوميا اسبوعيا عفوا للمهندس او للشخص العامل في المشروع بيضيع في انشطه غير ملهاش اي لازمه. بمعنى ان مثلا مهندس حب ان هو يطلع سبميتر فراح للدوكمنت كنترول لقى عنده ام لا اله الا الله واقفين طبعا، فمش عارف ياخد دوره، مستني لغايه ما يجي دوره قبل ما يدخل على الدوكمنت كنترول ويطلع له السبميتر، يبدا بعد كده ياخد رقم يروح بعد كده يعتمده من المهندس اللي فوقيه، وعبال المهندس اللي فوقيه يخلص ويجي تاني الحق ده الدوتر باظ الورق خلص، لا ده احنا محتاجين ان احنا نعمل سبميت الجديد او الى اخره. طبعا الوقت الضايع ده خلاك انت تطلع مستخلص بدل ما كان المستخلص ب 3 مليون جنيه مثلا هيطلع بكره، لا هيطلع خلاص للاسبوع اللي بعديه، وده طبعا هياخر عليك في الكاش فلو بعد كده في المشروع. 280 مليار دولار بيضيعوا نتيجه سوء التنسيق بين التخصصات، المهندس التنفيذي او مهندس التنفيذ الموجود في الموقع ما بيبقاش على تواصل دائم بالمكتب الفني او الهيد اوفيس او المبنى الرئيسي اللي موجود، ونتيجه سوء التواصل وسوء التنسيق بين التخصصات 280 مليار دولار بيضيعوا في انشطه او في سوء التنسيق او سوء التواصل بين الاطراف المشتركه. 96% من داتا المشروع طبعا بتضيع من بدايه المشروع حتى التسليم. يعني انا دلوقتي جيت انا تعينت النهارده في الشركه، بعد شويه جيت نقلت المشروع تاني، فانا مخزن كل الداتا في دماغي، يجي اللي بعديه يجي يستلم يلاقي ان هو مش عارف ايه اللي حصل قبل كده، فطبعا يضطر ان هو يبدا يعيد صياغه المشروع من جديد ويبدا يشوف الدنيا كانت ماشيه ازاي ويرجع تاني عشان يكمل. يحصل نفس المشكله بعديها بفتره زمنيه اخرى، وهلم جرى طبعا في تنفيذ المشروع. المشكلة دي كلها والعقبات دي كلها أدت طبعا لظهور الثلاث أرقام اللي حضراتكم شايفينها. طب إحنا عايزين نعمل إيه؟ عايزين نوجد بدل ما يبقى فيه fragmented industry أو تفكك في التواصل بين الأطراف الموجودة عندك في المشروع، لا يبقى فيه تكامل وفي منصة موحدة قادرة إنها تجمع كل الناس اللي موجودين معانا في المشروع، وبالتالي إحنا كده نبدأ نتحول لفكرة المنصة الرقمية أو ما يطلق عليها Autodesk Construction Cloud، المنصة الرقمية من Autodesk لإدارة المشروعات. المنصة الرقمية دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن القاعدة الأساسية أو قاعدة البيانات الأساسية الخاصة بالمشروع، واللي طبعاً بيتم برمجتها باستخدام Autodesk Forge، وهو يعتبر البروجرامينج للمنصة الرقمية أو الكلاود بلاتفورم، واللي بيساعدك طبعا ان انت لو محتاج تربط مع اي سورس خارجي يبقى في انتجريشن بين المنصه وما بين اي سورس خارجي، فاوتوديسك فورج هو احد اللغات البرمجه اللي بتساعدك في برمجه العناصر اللي انت محتاج تربط بيها مع اوتوديسك كونستراكشن كلاود. وطبعا بيشمل كمان ادوات تحليليه بتطلع كل البيانات كانك بتطلع مثلا اكسل شيت، في بعض التشارتس اللي بتطلع كل البيانات بتترجمها بشكل تشارت او بشكل رسومات بيانيه، وبتدي لك تحليل بيقول لك نسب التنفيذ قد كده، نسب المشاكل
مشاكل قد كده. المهندس ده وصل او الاستشاري مثلا اعتمد سبميتالز بكود، اخد كود ايه قد كده وهكذا. فطبعا كل الوسائل دي كلها موجوده في المنصه الرقميه، بتعتمد على جميع الداتا اللي جايه سواء من برامج الاوتوكاد، او بيتم تخزين برامج من اوتوكاد، ريفيت، سيفل 3 دي، اي برنامج من اوتوداسك، او لو انت هتستخدمها كستورج لاي برنامج تاني بيعتمد مثلا زي اكروبات ريدر بتطلع بي دي اف تقدر انك تسجله كستورج. بالاضافه ان هو بيربط مع ثيرد بارتي لو ليك اي جهه تانيه عايز تربطها مع البلاتفورم، يعني سي مثلا محتاج انك تدخل جي اي اس الداتا جوه البلاتفورم فتربطها عشان تبقى الناس شايفه الداتا اب تو ديت مع الجي اي اس، فيحصل ان انت مثلا تربط البلاتفورم بتاعت الجي اي اس مع البنتري مع الاوتوديسك كونستراكشن كلاود. طب هو مستمر معانا فين؟ مستمر معانا بدايه من مرحله التصميم لمرحله ما قبل التنفيذ لمرحله التنفيذ حتى وصولا لمرحله التسليم ومرحله التشغيل. يبقى المنصه الرقميه دي اللي قايمه على قاعده البيانات الاساسيه او ما يطلق عليها اوتوديسك دوكس، اللي بتجمع كل الداتا من كل الاطراف اللي موجوده معانا في بيئه عمل مشتركه، اللي بتساعدني طبعا ان انا بوفر في الوقت وبحسن في جوده المشروع، بحسن التواصل بين الاطراف المشغله معانا في المشروع، وبقلل المخاطر والمشاكل الموجوده. طبعا اوتوديسك دوكس ليه مميزات عديده هنستعرضها بعد شويه. طب اول حاجه قبل ما ادخل على المنصه ذات نفسها، في حاجه اسمها ايزو 19650. ايه هو الايزو 19650؟ دلوقتي في جميع انحاء العالم بدات الدول تتجه لما يسمى بالنمذجه المعلوماتيه للمشروعات، وتحويل المشاريع من صيغ ورقيه لصيغ رقميه، يعني بنحولها من 2D ل 3D موديل انفورماتيف، يعني احنا بنتكلم على نموذج معلوماتي ثلاثي الابعاد. طبعا نتيجه ان بقى في مشاريع كلها بتعتمد على البيم بالداتا بتاعته، فاحنا محتاجين يبقى في ستاندرايزيشن او في عمليه معايره للداتا اللي بتدخل وبتطلع من البيم موديل ذات نفسه، بحيث اي لوحه اي مستند اي حاجه بتبقى جوه خاصه بالمعلومات الخاصه جوه النموذج المعلوماتي ده لازم تبقى ماشيه طبقا لنظام معايره، وهو بيطلق عليه الايزو 19650، وده يمكن بيهتم اكتر بالدوكيومنتيشن الخاص بالبيم مودلز بكل الداتا اللي موجوده جوه المشروع. طبعا لو لقينا هنا هنلاقي ان في حاجه اسمها ايزو 19650 رقم 2، وبعد كده في رقم 3 ورقم 4 ورقم 5 وهكذا. طب كل واحد ريفرنس ليه؟ ريفرنس لطبيعه معينه في مراحل في اللايف سايكل بروجكت، يعني انا لو بتكلم في مراحل مختلفه من المشروع سواء في مرحله التصميم او مرحله التنفيذ او مرحله الصيانه والتشغيل، فكل مرحله ليها ايزو ستاندرد خاص بيها. فاحنا يمكن اتجهنا اكتر للايزو 19650 على اساس ان هو يعمل تحكيم ويعمل تنقيه ويعمل تصفيه ويعمل تصنيف لطريقه تسميه المعلومات من كل من جميع الجهات العامله في بيئه العمل المشتركه. تعالوا نشوف ايه مميزات اوتوديسك دوكس اللي احنا بنتكلم عليه. رقم واحد ان هو دوكيمنت كنترول. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بفتح من الكمبيوتر عندي بلاقي كل الفولدرز اللي موجوده كانها جوه ماي كمبيوتر متصنفه وموجوده كانها بالظبط سورتد زي الماي كمبيوتر لما بفتحه بدخل على درايف سي مثلا. بس الميزه هنا ان اي فولدر بدخله بيبقى ليه مجموعه اشخاص معينين ليهم الحقيه بس ان هم يتعاملوا على الداتا اللي جوه الفولدر. بحيث لو حضرتك مقاول ودخلت الاستشاري معاك، فانت مش هتخلي الاستشاري يشوف كل الداتا بتاعتك الخاصه بالشركه او خاصه بالمشروع، فانت بس هتحكمه على فولدر معين هو بس اللي هيقوم بعمليه الحكم او الشغل جوه الفولدر اللي موجود هنا بالشكل ده. الحاجه الثانيه كمان ان انا عندي حاجه اسمها فيرجن كنترول. يعني ايه؟ حضرتك دلوقتي جات لك رسمه من جهه تصميميه معينه، فالجهه التصميميه عملت لك فيرجن 1 للاوتوكاد، جيت بعد كده بعديها بفتره جت فيرجن ثانيه، جت فيرجن ثالثه. الميزه في السيستم هنا ان ما بيمسحش اي فيرجن من الفيرجنز السابقه، فبالتالي انت عندك تحكم في كل الاصدارات السابقه. طب فرضا جالك تعديل وانت حابب تعرف ايه التعديل اللي حصل ما بين الاصدارات المختلفه سواء من ال 2D او ال 3D،
فهنا راح طابق اللوحتين فوق بعض ككات فايلز او بي دي اف او ايا كان نوع الملف اللي انت بتشتغل فيه، باستخدام خاصيه الاو سي ار بيطلع لك الاختلافات ما بين الاصدار الجديد والاصدار القديم، وبالتالي ده بيسهل عليك انك تعرف ايه اللي حصل في القديم وايه اللي هيحصل او ايه اللي حصل في الجديد عشان تعرف الاختلافات. ده نفس النظام برضو لو انت شغال على ريفيت موديل او شغال بيم موديل من اي من ايا كانت المشروعات، هيطلع لك بالمقارنه ما بين الاصدارات المختلفه عدد العناصر اللي تم اضافتها، عدد العناصر اللي اتمسحت، عدد العناصر اللي اتعدلت، وبالتالي انت عارف كل حته اتغيرت فيها ايه بالظبط، عشان كده يبقى عندك مقارنه، عندك هيستوري فيرجن كامله لكل الاصدارات اللي موجوده، تقدر انك ترجع لها في اي وقت، وده هيساعدك ان يبقى عندك الهيستوري بتاعت المشروع من البدايه حتى النهايه. الحاجه الثالثه ان في حاجه اسمها ابروفال ورك فلوز، ودي خاصيه كتير من الشركات في مصر دلوقتي بتشتغل عليها. ايه هي دلوقتي؟ انا لما اجي اعمل سبميتد، للاسف دايما المقاول بيبقى تحت درس الاستشاري والاثنين بيتخانقوا مع بعض قدام الاونر، فيحصل ايه؟ انا دلوقتي جيت بعت سبميتد للاستشاري، الاستشاري حصلت عنده عقبات كتير فاتاخر عن التوقيت، طبعا المقاول بيجي يرمي اللوم على الاستشاري، الاستشاري اتاخر عليه، يجي الاستشاري يقول له لا ده انت المفروض كنت مقدمها يوم كذا وانت عملت غلط في مش عارف ايه، فالمفروض كنت تعيد تبعتها تاني وهكذا. يحصل في الاخر يقعدوا قدام الملك، الملك يتخانق معاهم هم الاثنين، وفي الاخر المشروع يخسر وما يحققش اي ارباح. ليه؟ لان انا ما بعملش كنترولنج على السبميترز. هنا السيستم وفر لك ميزه جدا مهمه جدا وجميله، هو انك دلوقتي بتعمل حاجه اسمها ابروفال ورك فلو. يعني ايه؟ تعالوا نشوف رقم واحد بيحدد لي هنا هو السبميتر اللي انت هتعمله ده اسمه ايه، سبميتر للاعمال المدنيه او سبميتر للاعمال الانشائيه او سبميتر لاسم كذا ايا كان نوع التخصص. تاني حاجه بتحدد السبميتر ده مين اللي هيطلعه وهيوصل عند مين وكام واحد هيعدي عليه السبميتال لحد الفاينل ابروفل. فبالتالي انت بتحدد الاول عدد خطوات، عدد مراحل الاعتماد او المراجعه، وبعد كده بتبدا تعمل سيت اب للسبميتال بتاعك. تعالوا نشوف صفحه السيت اب دي والبشمهندس معتز هيظهر لنا بعد شويه ازاي بنعملها. هنلاقي هنا ان الريفيور تايب بيقول لي مين الشخص اللي هيطلعه، هل هو شخص ولا شركه ولا على مستوى شخص ولا على مستوى شركه ولا على مستوى بوزيشن، والتايم الاود اللي مسموح بيه ان الشخص ده يفضل عنده سبميت. عشان افرض مثلا الشخص ده كان اصيب بمرض او اي حاجه او اخذ اجازه، فبالتالي السبميت ما يفضلش بايت عنده ويبقى مقاول محتار مش عارف السبميت راح لفين. وطبعا في المشاريع الكبيره اللي في مصر دلوقتي بنلاقي مشكله ان انت مثلا المقاول بيبقى الكرفانات في حته والاستشاري في حته ثانيه، المشكله بقى ان المقاول كل يوم مضطر يبعد بالعربيه بتاعته حد يروح يشوف في السبميتر ويرجع تاني، طبعا بنزين رايح جاي ووقت رايح جاي وهادر. لا انا هنا قدامي كل واحد عارف عدد الايام اللي هيفضل جواه السبميتر. تاني حاجه انا كمان بحكم طريقه الابروفال، يعني هياخد كود ايه ولا كود بي ولا كود سي ولا هتسميها بطريقه تسميه معينه. غير كده كمان في ميزه جميله جدا ان هنا بتقول له في اخر خطوه بتقول له من فضلك اي لوحه هتعتمد تاخد كود ايه تروح لفولدر معين انت هتسميه هنا، بحيث ان مهندس الموقع زي ما هنفتح بعد شويه من خلال الموبايل يبقى عارف ان الفولدر ده هو اللي فيه الرسومات المعتمده. وانا اعرف مشاكل كتير كان بيقف فيها مدير المشروع بلوحه بيتفاجئ بعد كده وهو بينفذ ان اللوحه دي مش اخر لوحه معتمده وان كان حصل تعديل. طبعا ده بيوقف الشغل، بيوقف المستخلص، بيعيد، بينزل خسائر على الاطراف اللي شغاله في المشروع. يبقى انا هنا في الاخر قدرت ان انا اسطب او اعمل سيت اب للسبميتر بتاعي وحركه الاعتماد بتاعي. تعالوا بقى هنا نبدا نعمل السبميتر. انا عملت فتحت كريت اب ريفيو، رحت اخترت اللوحات بتاعتي، اخترت سبميتر اسمه ايه ورحت عمل سبميت. هنا بقى بيقول لي انت عايز تبعت نوتيفيكيشن لمين. يعني انا دلوقتي جيت عملت السبميتر ده، دلوقتي انا هروح ابعته. طب انا دلوقتي عايز ابعت نوتيفيكيشن للمدير بتاعي والمدير هنا والمدير هنا، ان كل واحد فيهم يبقى يعرف ان انا كمكتب فني طلعت السبميتال ده للاستشاري. وانس ان انا اخترت الاشخاص اللي هيتبعت لهم نوتيفيكيشن على الايميل يقول لهم انا خلاص طلعت السبميتال، هيجي هنا بقى الجهه اللي هتقول بالملاحظه، هيروح فاتح اللوحه عنده من خلال بقى الموبايل، من خلال الكمبيوتر، ايا كان الطريقه اللي هو هيفتح بيها اللوحه، هيروح كاتب الملاحظات بتاعته. وانس ان هو كاتب الملاحظات على اللوحه، تعالوا بقى هنا نشوف اول حاجه هنا اداله الكومنت واداله حركه الابروفل. تاني حاجه في حاجه اسمها بروجريس تراكنج اللي موجوده هنا في الجانب اليمين، هنلاقي ان بيبان امتى السبميتال طلع وفين والساعه كام ووصل عند مين والساعه كام.
يبقى انا كده ببقى زي امازون كده مثلا، لما اجي اشتري اي حاجه من امازون ببقى عارف انا بعت الحاجه اللي انا اشتريتها طلعت امتى ومن انه مخزن ووصلت لفين، ووصلت لهنا لهنا لحد وصولا للشخص اللي اخذ الحاجه اللي اشتراها. يبقى هي دي بشكل عام المميزات. في الاخر خالص انت عندك اوتو ديسك لوكس، ميزته ان هو بيتفتح من موبايل ابلكيشن لابلكيشن على الجوجل بلاي او اي او اس لو انت شغال على الايفون، بيبقى اسمه بلانك جريد بيلت، من خلاله بتفتح اوتو ديسك لوكس، واللي من خلاله بتقدر تطلع على الداتا اللي هنشوفها بعد شويه في المشروع. طب انا في الاخر خالص بقى عايز اسمي طريقه الملفات بتاعتي او الحاجات بتاعتي بطريقه التسميه المتوافقه مع ايسو 19650. في ميزه هنا جوه البلاتفورم، انت حضرتك من السيتنجز الخاصه بالمشروع بتروح داخل على حاجه اسمها نيمنج ستاندرد، فهنا بيقول لك الديفولت بتاع السيستم هو الايزو 19650. هل انا بطبقه على المشروع كله؟ لا، انا بطبقه على فولدر معين او فولدرات معينه انت اللي بتختاره، بتعمل كاستمايزيشن. وطريقه التسميه دي كاستمايز، يعني سي مثلا حضرتك بتمشي طريقه تسميه ثانيه مش متوافقه مع الايزو، خلاص براحتك، فانت هتعمل لها كاستمايزيشن في النيمنج ستاندرد. اللي هيحصل بعد كده ان اي واحد هيطلع يفتح يروح مطلع لوحه، ايه اللي هيحصل؟ انت دلوقتي بعد ما ظبطت النيمنج ستاندرد بتاعك بالاتريبيوتس، والمهندسين بقوا فاهمين دلوقتي طريقه التسميه بتاعت كل ملف هتبقى بادئه ازاي، فايه اللي هيحصل بعد كده؟ انا دلوقتي جيت في بقى في خلال المشروع ذات نفسه، جيت حبيت ارفع لوحات، رحت فتحت الماي كمبيوتر بتاعي، اخذت دراج دروب حطيته في الايه؟ في الكلاود. ايه اللي حصل؟ جاد سيستم هنا قال لي كل الملفات دي مش هتدخل جوه السيستم. طب ليه؟ مش متوافقه مع طريقه التسميه، وبالتالي انا بقى كمهندس او انا كشخص عايز ادخل اللوحه لازم اختار من كل الاتريبيوتس حاجه معينه تبقى ريفرنس للوحه طبقا لطريقه التسميه اللي موجوده. عشان في الاخر كل حاجه تبقى متوافقه اوتوماتيك يدخل السيستم، ويبقى عندك لوج كامل لكل اللوحات بكل طلبات الاعتماد بكل المستندات متوافقه مع الطريقه اللي انت حضرتك محددها جوه السيستم. هنا يعتبر احنا في الاخر خالص دخلنا في الجزئيه، خلصنا الجزئيه النظريه، هننقل بقى للجزئيه العمليه. لازمنا باشمهندس معتز اللي منورنا طبعا دايما. اتفضل يا باشمهندس. شكرا باشمهندس اسلام. شكرا يا باشمهندس. قبل بس يا معتز ما تبدا، بالنسبه للناس اللي بتكتب اسئله يا ريت تكتب لنا على اللينك. شكرا باشمهندس اسامه. وهنرد في الاخر خالص بعد باشمهندس معتز على كل الاسئله مع بعض. اتفضل يا باشمهندس، معلش قطعتك بس عشان الاسئله اللي جايه الناس تبقى عارفه ان احنا هنرد عليها، مش هنسيبها. ولا يهمك. هنخش احنا هنطبق لايف ديت الانترفيس بتاعت الاوتوديسك كونستراكشن كلاود. مبدئيا ممكن ما تظهرليش بالشكل ده، لو دخلت الدومين ده لازم اعمل ساين ان بالميل طبعا اللي لايسنس. فلو حد كتب acc.autodesk.com تظهر له الانترفيس ديت. انا هبدا الوجن بالميل بتاعي. هبدا اكريت البروجكت، انا مثلا البروجكت ده هسميه تريننج. لو البروجكت ليه نمبر بكتب النمبر بتاعي وعلى انهي اكونت. البروجكت تايب هل هو مثلا educational office data center، فانا مثلا هقول office. انا دلوقتي ما عنديش التمبلت، وهنقول ايه التمبلت؟ احنا دلوقتي بس هنتعب شويه في تظبيط اول مشروع على الاي سي سي، بعد كده خلاص انا ما دام ظبطت المشروع بتاعي بالفولدر ستراكشر بتاعه بالبرميشنز بتاعت اليوزرز والممبرز والرولز المختلفه، انا ممكن من المشروع دوت اكريت تمبلت. انا هكريت بروجكت. انا كده كريت البروجكت. انا هنا انا عايز ايه الموديولز المختلفه؟ زي ما اتكلم اسلام في عندنا دوكس البيلد كوست مانجمنت، طبعا الديزاين كولابوريشن والموديل كوردينيشن. لا، هنا احنا هنتكلم عن الدوكس، فانا هسبسكرايب الدوكس، هلاقي الموديولز اللي هي سبسكريبشن بدات تظهر لي هنا، بس انا هعمل ريفريش. الموديولز المختلفه اللي هي اكسس ليها بدات تظهر لي هنا. انا هضيف مثلا المهندس اسلام. مثلا الشركة، أنا هعرف الشركة الكومباني
الرول مثلا اسلام انا هديه مثلا بيم مانجر، لان بعد كده زي ما هنعرف انا مثلا كل البيم مانجرز مثلا هديهم اكسس على فولدر معين، او مثلا البيم كوردينيتور او البيم ستراكشر او البيم اركتكتشر. وانا برضه اسلام عايز اخليه بروجكت ممبر ولا بروجكت ادمنستريتور، انا هخليه بروجكت ممبر وهاد. هلاقي دلوقتي في نوتيفيكيشن راحت للبشمهندس اسلام على الميل بتاعه بيقول له ان في حد عمل لك انفيتيشن، المعتز بالله عمل لك انفيتيشن على البروجكت اللي اسمه تريننج ديمو. انا بكده كريت البروجكت بتاعي، وهنتخيل ان احنا عملنا انفيتيشنز للممبرز المختلفين. تاني ستيب ان انا ببدا اكريت الفولدر ستراكشر بتاعي. مثلا هقول اول فولدر ستراكشر مثلا الورك ان بروجريس، واد سب فولدر. مثلا شيرد، طبعا على حسب ما يكون الفولدر ستراكشر بتاعي و الفولدر ستراكشر الخاص بالشركه بتاعتي. انا ببدا اكستمايز الموضوع على حسب الورك فلو بتاعت الشركه بتاعتي والفولدر ستراكشر الخاص بيها. انا هقول مثلا published، بس هنكتفي بهذا. انا ببدا ادي مثلا كل فولدر من الفولدرز ديت ايه الشركه او اليوزرز المختلفين اللي ليهم اكسس ومدى ايه الليفل اكسس بتاعهم. فانا هروح على الفولدر اللي انا عايز اتاكد من البرميشنز بتاعته، مثلا ورك ان بروجريس. انا هاد انا ممكن هاد بالنيم او بالرول او بالكامباني. انا مثلا هقول اسلام وهدي مثلا بيرميشنز. هنا البيرميشنز المختلفه ممكن ادي مثلا فيو بس، يبقى هيقدر يشوف الفايلز بس الموجوده في الورك ان بروجريس. لا انا هدي فيو داونلود، فهيقدر يداونلود الفايلز الموجوده في الورك ان بروجريس بس، يكرييت لو عايز يعمل مارك ابس، وهنعرف المارك ابس. وكمان يمكن يقدر الكرييت يقدر يابلود فايلز لو انا عايز ادي اكسس واديت. هنا يقدر يأديت ويببلش المارك ابس المختلفه. طبعا اخر بيرميشنز هنا المانج ده بيكون لي فول كنترول. فانا هدي اسلام مثلا مانجر واد يبقى كده انا عملت انفيتيشن لليوزرز واديتهم بيرميشنز مختلفه للفولدرز المختلفه. انا طبعا ممكن اليوزر ده ممكن اعمل له ريموف، ممكن، وممكن طبعا اضيف اليوزر المستفيد. مثلا انا عايز مثلا الشركه باليوزر، مثلا عايز كل مثلا ايه كومباني معينه، كومباني اكس. انا عايز مثلا لا بالرول، انا عايز مثلا الاركتكتشر، لان مثلا الفولدر ده خاص باركتكتشر البيم مانجرز. فانا بقدر انفيت اعمل اتحكم بالرول سواء او بالكومباني، ممكن شركه كلها او بالرول مثلا البيم مانجرز او البيم يوزرز كلهم. يبقى كده احنا كريتنا بروجكت، كريتنا عملنا انفيتيشنز للممبرز المشاركين معانا في البروجكت، وعملنا الفولدر استراكشر بتاعنا، وكمان البيرميشنز كل فولدر من الفولدرز ديت مين اللي اكسس على ايه ومدى الاكسس ده. تاني حاجه هنتحكم في زي ما قال باشمهندس اسلام في النيمينج كونفنشن. من سيتنج هروح على ادفانسد سيتنج، فعندي في النيمينج ستاندرز. انا هفيو النيمينج ستاندرز هابلاي. طبعا انا ممكن اكستمايز الموضوع، طبعا ممكن اسمي الورك فلو ده، ممكن اغير الاسم عادي برضه. انا ممكن اكستمايز، ممكن اغير في الاتريبيوتس ديت او الفيلدز ديت. لا انا مش عايز النمبر، لا ده انا ممكن اضيف، ممكن اد اتريبيوت او فيلد. بعد كده مثلا الفيلد دوت هخليه مثلا دروب داون ليست، انا عايز الناس مثلا تبدا تختار من الدروب داون ليست ديت. تمام. وهنا برضه في ريليتد اتريبيوتس مثلا زي الستاتس والريفيجن. مثلا لو واخده مثلا S01 فده معناها initial status، مثلا S مثلا S1 فديت معناها suitable for coordinations. فانا هكنسل. طبعا انا ممكن اعمل داونلود للتمبلت ديت واعيدت فيها براحتي، وبعد كده بعمل له مثلا امبورت من التمبلت ديت.
ممكن برضه نبص سريعا على التمبلت الخاصة بالنيمينج كونفنشن. انا ببدأ اديت على التمبلت ديت، مثلا السيتنج عندي للبروجكت ديت الفيلدز المختلفة، الفوليوم سيستم، لو عايز طبعا اضيف اتريبيوتس تانية او فيلدز تانية ببدأ اضيف. طبعا هنا مثلا انا هنا في الليفل لوكيشن مثلا اكس اكس معناها مثلا نون ليفل، مثلا ام 1 ده مازين مثلا above ليفل 01. تمام، بعد كده مثلا بسيف الايديتس المختلفة، وبعد كده بعمل مثلا امبورت للتمبلت ديت. انا كده خلاص حددت او عملت كاستمايزيشن للنيمنج كونفنشن او الستاندرز اللي الشركه بتاعتي هتمشي عليه، فهروح مثلا لفولدر من الفولدرز ديت مثلا هعمل ابلاي. بس خلينا هنا الاول نكريت سب فولدرز مع بعض. برضه انا لما بكريت السب فولدر بشوف انا واقف فين. انا مثلا عايز فولدر تحت البروجكت فايلز، فهقف على البروجكت فايلز. لا، انا عايز مثلا سب فولدر تحت الورك ان بروجريس، فهقف على الورك ان بروجريس. فانا عايز تحت الورك ان بروجريس مثلا هكتب الارك مثلا، وكمان مثلا استراكشر، وتحت مثلا الاستراكشر هكتب مثلا الحاجات الخاصة مثلا بالأوتوكاد أو الكاد، وعندي مثلا الفايلات الخاصة مثلا بالريفت، ومثلا لو عندي دوكيمنتس مثلا مختلف مثلا دوكس. خلينا في أركتكتشر برضه مثلا هكريت فولدر مثلا هقول مثلا دوكس، وهبدأ هطبق النيمنج كونفنشن. هنا بقول له انفورس النيمنج ستاندردز، بيقول لي انت عايز على الفولدر ده بس اللي هو الاركتكتشر، ولا الفولدر ده والسب فولدرز اللي تحته. فانا مثلا هقول ماشي الفولدر ده واللي تحته، بلاقيه اخد زي فيريفايد علامة التك، فده معناه ان النيمنج كونفنشن مطبق. مش انا الدوكس وهعمل ابلود لاي فايل، وهنشوف هيعمل يعني ايه الرسالة اللي هتظهر لي لما حد يجي يعمل ابلود لفايل وهو مش ملتزم بالنيمنج كونفنشن. انا مثلا هاخد البي دي اف ده مثلا والدوكس، او خلينا البي دي اف. انا لما بسحب فايل بدراج وبدروب عادي، هنا ظهر لي ايه؟ لا، انت حضرتك مش ملتزم بالنيمنج كونفنشن، فمش هي مش هيعمل ابلود للفايل مهما حصل الا لما ايه الشخص يدخل النيمنج كونفنشن السليم. فده هنا بيبدأ يدخل، لو كان تكست هيبدأ يدخله، لو دروب داون ليست هيبدأ يختار من الدروب داون ليست ديت. مثلا احنا عرفنا زي زي، اخدنا مثلا ال 01 ال M1 وال M2. طبعا النيمنج كونفنشن ديت كل اختصار ليه دلالة معينة. مثلا البي كيو دي ما معناها مثلا بي كيو، مثلا ايه معناها مثلا اركتكتشر الرول، او اس مثلا ستراكشر. طبعا انا برضه الاي ديت ممكن اخليها مثلا ارك، ممكن اغير واكستمايز الموضوع على حسب طريقة الشغل بتاعتنا. كده هلاقي كده سليم ممكن يأبلود عادي. الحاجات التانية ديت اوبشنال مش إلزامية، فكده كده ايه كده هيبدأ يأكسبت معايا ويقبل الفايل. سريعا مش انا معلش كانت الابلود مش ظاهره عندي. بس واعمل له ابلود هيبدا يابلود الفايل. يبقى انا طبقت النيمنج كونفنشن على فولدر معين. لو عايز الغي التسميه فانا ممكن ايه اشيل التك من الانفورس نيمنج ستاندرد. طيب بالنسبه هن ابلود فايلز مختلفه، بس احنا عرفنا ان انا ممكن ادراج وادروب، بس انا هعمل لهم ابلود بطريقه ثانيه.
في حاجة بنسطبها اسمها ديسكتوب كونكتور. أنا هوريكم الديسكتوب كونكتور ده زي السوفت وير بنسطبها، بيظهر لي بارتيشن اسمه اوتوديسك دوكس زي السي والدي والجي والاتش. وظيفته أو مهمته إن هو بيبدأ يربط الحاجات اللي موجودة على اللوكال عندي والكلاود. يعني أنا مثلا لو عندي فايل كاد مثلا على الكلاود عايز أفتحه من الأوتوكاد عندي، فأنا مش طبيعي إن أنا مثلا هعمل له داونلود من الكلاود وسيف أز هنا، لأ، فأنا ممكن أكسس الفايلات الموجودة على الكلاود من خلال الأوتوديسك دوكس. أو لو عندي هنا فايلات ممكن أعمل لها دراج ودروب من خلال الأوتوديسك دوكس، فده اللي إحنا هنعمله دلوقتي. انا بس لما بفتح الاوتوديسك دوكس ديت طبعا الاكونتس المختلفه، الاكونت بيحمل اكتر من البروجكت. احنا البروجكت اللي بنشتغل عليه قلنا تريننج ديمو، هيبدا يظهر لي الفولدر ستراكشر ده البروجكت فايلز، ده كان اعلى فولدر اللي احنا شغالين في الورك ان بروجريس، شغالين في الستراكشر. انا عندي مثلا هنا برضه الكاد، يبقى كده انا كده في الفولدر اللي انا عايز ارفع فيه فايلات مثلا اوتوكاد. هبدا اخد الاوتوكاد اللي عندي دراج ودروب، هيبدا هنا يحوله برضه الديسكتوب كونكتور. هلاقي ده البارتيشن بتاعه، في البندنج اكشنز هلاقي هنا الاكشنز المختلفه. لو انا مثلا غيرت فايل، غيرت التسميه بتاعته، سيفته او رفعته، فلاقي هنا الاكشنز المختلفه. هو كده الاكشن انتهى، المفروض يكون اترفع على الكلاود. انا هعمل ريفرش، فعلا الكاد اترفع، بيعمل له ابلود. طبعا انا لو عندي فايلات كاد هنأكسسها من الاوتوكاد من خلال الديسكتوب كونكتور. طبعا انا لازم اكون عامل ساين ان بالميل بتاعي اللي اكسس على الدوكس. لو حد عنده سؤال في الجزئية ديت يكتب على المنتدى، وإن شاء الله الأسئلة كلها هنرد عليها إن شاء الله. خلينا نرفع فايل دوكس مثلا إكسل أو وورد. برضه الاي سي سي في ميزه ان هو طبعا بيسبورت زي ما قال باشمهندس اسلام فورماتس كتير، تقريبا اكتر من 50 فورمات، وكمان الفورماتس بتاعت الاوفيس زي الوورد والاكسل. وكمان هنعرف وهنشوف دلوقتي لايف ان انا ازاي ممكن اديت على الفايلز دي. ماشي، هنا الاوتوكاد خلص، يبقى انا اصبحت ان انا بشوف الاوتوكاد على الكلاود. مش لازم يكون عندي اوتوكاد، لا، بشوفها على الكلاود. يبقى اصبح ان انا مش محتاج الاوتوكاد عشان اشوف الدي دبليو جي. مش بس كده، انا مثلا شفت في ملحوظه عايز مثلا اعمل مارك ابس عشان اخلي باقي التيم يخلوا باله منها، فابدا اعمل المارك ابس بتاعتي. المارك ابس ديت ممكن تكون بيرسونال، مش عايز حد يشوفها غيري انا بس، انا عايز اعملها زي نوت ليا، انا في ملحوظه انا شفتها، فانا عايز بعد كده مثلا افتح الاوتوكاد واديت عليها. فانا هنا المارك ابس ممكن تكون بيرسونال او ببلش، لا انا عايز كل التيم او التيمز كله يخلي باله من المارك ابس ديت. فانا هنا بتحكم في المارك ابس هل هي بيرسونال ولا ببلش. انا برضه هعمل مثلا اي مارك ابس، طبعا انا ممكن اضيف تكست. ماشي، هكتب أي حاجة. مثلا عايز أغير القطع، طبعا هنا بتحكم مثلا في التكست كولر والفونت سايز.
المارك ابس ديت كلها بيرسونال، فانا هسلكت عليهم واخليهم بابلشد، اصبحوا بابلشد، يبقى اي حد عندي في المشروع هيقدر يشوف المارك ابس ديت. لا انا ما عايز اخليهم بيرسونال، فانا هسلكتهم تاني مثلا كلهم، او ممكن اسلكت واحده واحده واعمل لهم ان بابلشد. فكده لو الباشمهندس اسلام فتح هيشوف المارك ابس ديت عندي. طيب انا مثلا ممكن المارك ابس ديت اعمل لها مثلا اربطها بلينك اللي هو اد ريفرنس، انا عايز اللي ياخد مثلا او اللي يشوف المارك ابس ديت يظهر له زي اتاتشمنت ان هي مربوطه مثلا في فايل معين، مثلا السكشن دوت فيه تعديله مثلا في شيت تاني او في لوحه تانيه، فانا ممكن اربطها بفايل. مثلا انا هربطها مثلا بالدوكس مثلا، يبقى اي حد هيسلكت على المارك ابس ديت هيروح يفتح له الفايل المعمول بيه اتاتشمنت، فهنا هيفتح لي الوورد. كويس ان هو فتح الوورد، فانا ممكن اعيدت على الوورد بإيديت. انا مش عايز اعمل داونلود للوورد وإيديت على الاوفيس، لا بس هنا بيحتاج ان انا يكون ليا سبسكريبشن على اوفيس 365، فانا اوريدي ليا اكسس. انا هإيديت مثلا، انا هغير اي حاجة، هخليها مثلا بولد وهضيف مثلا اي حاجة. تمام، هيبدأ يسيف. هيسيف فين؟ هيسيف طبعا على الدوكس. هلاقي الفايل ده اخد فيرجن، فانا هقول له مثلا ريتير الفايل. انا فايل الدوكس دوت انا رفعته لاول مرة، فاول مرة بياخد فيرجن 1، دلوقتي المفروض يكون اصبح فيرجن 2، وفعلا اصبح فيرجن 2. فانا هنا بنقول ان احنا عندنا فايل هيستوري او فايل فيرجن هيستوري انليميتد. انا خلاص ممكن اعيدت لما دام بسيف في نفس المكان بنفس النيمنج كونفنشن، بنفس التسميه، هو بياخد فيرجن. انا ممكن عايز ارجع مثلا لاي فيرجن من الفيرجنز ديت، انا ممكن ارجع لها. فهنا ده بيكون عندي فيرجن هيستوري، هنا الفيرجنز المختلفه. انا لو عايز ارجع لفيرجن من الفيرجنز ديت ممكن اعملها ميك الكرنت واخلي باقي التيم ملتزم بيها. خلاص انا ما الداتا بتاعتي مش ما فيش حاجه بتضيع، لا انا لو في اي فيرجن من الفيرجنز ديت انا ممكن ارجع لها في اي وقت. طبعا لو فتحت الوورد على فيرجن 2 هلاقي التغيير اللي انا عملته فعلا. طبعا انا في الفيور، طبعا انا ممكن ازوم ان واوت عادي، الموضوع فريندلي. انا ممكن طبعا لو عندي قياسات انا عايز اخدها الاول، مثلا الميجر سيتنج بتاعتي، هل انا هقيس مثلا بالميترز ولا المليمترز ولا السنتيمتر مثلا، انا ايه اخلينا مثلا مليمتر. والدقة انا مثلا هقول خلينا الدقة مثلا واحد ايه 1 من 10، وهقيس من هنا مثلا لهنا. تمام، هنا سنتيمتر هنخليها مثلا ملي متر. اي دايمنشن تاني، طبعا انا ممكن اقيس اريا اطوال ايا ما يكون. فانا اصبح ان انا لو عندي مثلا حد بعت لي مثلا رسمه وعايز القي سريعا، عايز اقيس مثلا مسافه معينه عشان مثلا هيغير هيأديت، لا فعلا المسافه ديت مثلا ابرود ولا مش ابرود، فانا ممكن من الاوتوديسك دوكس الميجرمنت تولز ممكن اقيس براحتي. طبعا انا ممكن اعمل ايشو، انا لو في مثلا مشكله مثلا في سيكشن من السيكشنز ديت، انا ممكن اقول له من التك ديت بقول له بقى كده انا هميك ايشو، اختار التايب بتاع الايشو، هل هي متعلقه مثلا بالكلاش الكوردينيشن مثلا، اقول ديت مثلا كوردينيشن تابين. بعد كده بقيدت في البارامترز طبعا التايتل بتاع المشكله ديت، طبعا الستيتس هي لسه اوبن،
ولو في ديسكريبشن. المهم عندي بعمل اساين للمهندس المفروض يحل المشكله ديت، فانا هعمل هنا اساين للمهندس اسلام. هنا لو عايز احط حد في السي سي مثلا، هنا اوريدي عشان اسلام معمول له اساين فهو موجود في السي سي. طبعا انا ممكن ايه لو عندي كان اكتر من يوزر ممكن اعمل سي سي، بس هنا في المشروع دوت مفيش غير انا والباشمهندس اسلام. طبعا انا هدي ديو ديت، المشكله ديت المفروض تتحل في وقت قد ايه؟ ماكسيمم مثلا 30، المفروض يبدا مثلا يشتغل فيها من دلوقتي. وسبب المشكله ممكن اختار مثلا التايب اللي ادى للمشكله ديت او الايشو ديت، مثلا ايه هقول برضه كوردينيشن. وهنا لو في اي ريفرنسز انا عايز اضيفها زي ما عملنا في المارك ابس للمشكله ديت. طبعا هي ظهرت عند الباشمهندس اسلام، ظهرت في الايشوز. ان هي اوبن طبعا لما يبدأ يشتغل هيقول ان هي ان ريفيوينج، فهتسمع عندي على الكلاود ان هو شغال فيها. طبعا ايه بعد ما يخلص لو فعلا عدل التعديلة وخلصها بشكل سليم فانا هقفل هعمل لها كلوز، لا لو ما خلصهاش فانا هفتحها تاني طبعا هيأيدت تاني، والستيتس هتكون مفتوحة لحد ما يخلص حل المشكلة دي. انا بس هعمل ابلود لاي فايل ريفيت عشان نشوف في ال 3D كمان. ريفيت هخليه انا يخلص. هنتكلم عن تاني حاجه الريفيوز. ايه الريفيوز؟ ان انا عندي لو مجموعه من الفايلات عايز مثلا ابعتها للتيم ليد او البيم كوردينيتور، فانا الاول بسيت اب الورك فلو زي ما قال باشمهندس اسلام السيتنج، ببدا كاريت الورك فلو. هل هي مثلا استراكشر اركتكتشر؟ طب في استراكشر هيسلم مين؟ البيم كوردينيتور، البيم مانجر، طب مين الابروفر اللي في الاخر؟ فاحنا الاول بنبدا نعمل السيت اب. طب هي هتعدي على واحد ولا اتنين ولا تلاتة؟ لا طب ممكن تعدي مثلا على مثلا خمسة، والخمسة دول بالتوازي أو بالتوالي. فاحنا خلينا one step next. ببدأ أقول مثلا دي الـ workflow مثلا هعملها مثلا structure، لو في description ببدأ أكتب الـ description. مين الشخص الـ initiator اللي هو يقدر يسلكت الفايلز عشان يقدر يطلب إن هي تتراجع؟ مثلا ممكن أخليها بالشركة، أنا عايز شركة مثلا معينة، أو بالرول أنا عايز مثلا ديت structure، فأنا خلاص هعمل مثلا select على structure engineer. ديت مثلا خاصة بأركيتكت، فأنا مثلا architect دي خاصة مثلا بالدي سي، فأنا ممكن مثلا document control أو document engineer. أو باليوزر أنا مثلا هخلي الباشمهندس إسلام وهاب. هنا طبعا أنا بتحكم في الـ approval اللي هو هيقول مثلا accept أو reject. فانا برضه هقول ممكن اخلي مثلا إيه اخليها شركه او بالرول او باليوزر، فانا برضه هخليها بير يوزر. وهنا بتحكم في الوقت، هو المفروض لما الشخص ده يعمل انيشيت فالمفروض قدام الابروفال اللي هو الفاينل ابروفال مثلا يومين. طبعا هنا إيه لو كانت ابروف فانا هخليه يكتب مثلا ابروف، ممكن اخليها مثلا ايه، مثلا ريجكت ممكن اخليها مثلا ايا ما يكون هخليها مثلا ريجكت تمام، وديت هخليها اكسبتد. طبعا هنا ابروفد اللي هو لو ابروفد ويز كومنتس، وبختار مثلا الايكون فتشيك معناها ان هي مثلا ابروفد، ريجكتد مثلا اختار الكروس. الشيء المهم اللي نوه عليه اسلام، طيب الفايلات اللي الاكسبتد لا انا عايزه مثلا تروح في فولدر معين. خلينا طيب نكريت فولدر سريعا نقول عليه مثلا ده ايه
في الـ Work in Progress Add Folder ده مثلا الـ Approved. Docs، وهدي مثلا إن المهندسين اللي في الموقع أكسس على الفولدر ده، يبقى أي حاجة معتمدة أو أكسبتد هتكون في الفولدر ده. هختار الفولدر اللي هياخد منه كوبي من الحاجات الأبروفد، فهروح أختار الفولدر اللي إحنا كريتناه مع بعض اللي هو أبروفد دوكس وأوكي بس وسيف. يبقى أنا أول خطوة عملتها عملت الورك فلو اللي إحنا هنمشي عليها. مين بيعمل الخطوة ديت؟ المفروض البروجكت أدمن بتاع المشروع ده. هروح مثلا للفايلز، خلينا مثلا في الورك ان بروجريس وفي الستراكشر مثلا في الكاد، هنختار الفايل ده وهختار اقول له سبميت فور ريفيو. طبعا بختار الورك فلو بتاعتي، ممكن يكون عندي اكتر من ورك فلو تمام، والتسمية ديت مثلا هقول مثلا دي دي مثلا 100 مثلا في المية. طب انا هنا ضفت فايل، لو عايز اضيف فايلز تانية ممكن اضيف عادي. انا اخدت الاوتوكاد، خلينا ناخد مثلا اكسل والوورد وفايل الريفت لسه اهو اترفع وكرييت تمام. ديت الفايلات اللي انا رفعتها سبميت. هنا هيبعت على الميل نوتيفيكيشن، هتروح لمعتز واسلام، وكمان لو عايز اضيف حد تاني هنا في السي سي، لو عايز مثلا اعمل احط حد في السي سي اديت له نوتيفيكيشن، وهنا لو في مسج سنت هلاقيها اتبعتت للبشمهندس اسلام. في امكانيه يا باشمهندس اسلام تعمل شير ترد على الريفيو ديت؟ طبعا اسمه بس خير، يعني احنا كده هننقل على الشير من عندي وبعد كده هترجع تاني، ولا حابب انك تكمل طيب ماشي، تمام خلي الموضوع ازاي؟ خلاص كمل انت يعني ماشي، او لو في وقت، لو في وقت ما باشمهندس حازم ممكن ارجع هو تاني. فاضل 8 دقايق، انا مش طيب عارف هيسمح ولا لا. طب خلاص عموما ماشي شوف، خليني بس اعمل كده على خطوة الموبايل بسرعة تمام. ماشي. استاذن بس تقفل الشير دلوقتي. احنا هننقل على الخطوة ازاي بقى اشوف الموضوع ده من الموبايل. انا همشي هي سكرين دلوقتي من الموبايل عندي حالا دلوقتي، هلاقي ان انا ده شير سكرين اهو تمام. هلاقي هنا جاي لي ايميل من معتز بالظبط بيوضح ايه المشكلة بالظبط، ولو حبيت افتحها بروح ناقل على طول على الابليكيشن فاتح المشروع ذات نفسه وببدا اشوف ايه المشاكل اللي جايه لي باسمي. لقيت مثلا ان معتز بعت لي مثلا مشكله خاصه بالكلاش في رسمه معينه، فهو دلوقتي بيقول لي انها ان ريفيو وبيقول لي انها مثلا انا حبيت ان انا اراجع عليها. فانا دلوقتي جيت مثلا دوست مثلا جنرال تو اسلام خليل، جيت فتحت بعد كده بدات اشوف المشاكل بالظبط ومكان المشكله فين. هنا طبعا هو دلوقتي هنا بيفتح لي اللوحه بالظبط جوه لو هنا طبعا انت لو عندك ابلكيشن بتاع اوتوكاد هيقدر ان هو يفتح، بس هو عشان دي دبليو جي، لو هي بي دي اف طبعا هو يقدر ان هو يفتح حالي او معموله هنا لو حبان بالشكل ده. ادي فتحت مثلا لوحه بي دي اف تمام، هلاقي ان اللوحه جايه لي بالظبط زي ما هي باينه قدام حضراتكم هنا، مبين فيها اللوحة اللي هو كان عامل لها اتاتش مع الايشو اللي موجودة. طبعا لو انا حابب ان انا ارد عليها، او مثلا لو انا حبيت ان انا ارجع للمشروع في مثلا حاجة معينة عايز ان انا افتحها تمام، انا مثلا سي مثلا عملت كرييت ايشو، انا بقى في الموقع مثلا جيت هنا رحت مصور مثلا عامل مثلا جنرال اوكي، اخترت نوع المشكلة ورحت في الاخر ما اساين مثلا للمهندس فلان الفلاني مثلا سي مثلا انا مثلا تمام. مين اللي هيراقبها؟ اللوكيشن بتاعتها فين وتتحل امتى والساعه كام، ولو عايز اعمل اد ريفرنس من الحاجات اللي موجوده جوه المشروع. عملت سيف
واوتوماتيك بعد كده جيت خلاص اتاكدت انها ببلش. لو عملتها ببلش خلاص هو دلوقتي باشمهندس معتز لو هو جه وحب ان هو يفتحها هيلاقيها قدام اوتوماتيك جات له من خلال الموبايل. يبقى احنا كده اصبح دلوقتي بقى في ميزه ان انا اقدر افتح الموبايل ابلكيشن واشوف ايه المشاكل اللي جواه واقدر اتابع عليه ايه الحاجات الموجوده في الرسومات او الملاحظات اللي هو بعتها لي. كده يعتبر احنا خلصنا الورك فلو بشكل مبسط للاوتوديسك دوكس والاستابليش او الاستابليشمنت بتاع اوتوديسك دوكس علشان نقدر نوضح للناس ازاي الموضوع يبدا يقوم وازاي اقدر اربط مهندسين التنفيذ مع مهندسين المكتب الفني في منصه رقميه موحده. هل في اي تساؤلات حابين ان احنا نسالها في اخر 5 دقائق موجودين هنا جوه عندنا في الويبينار؟ احنا طبعا مستعدين لاي تساؤلات سواء باشمهندس معتز سواء انا، فحابين نسمع تساؤلاتكم. حازم هي التساؤلات هتبقى فين؟ في اسئله كتير على المنتدى، ممكن لو انت مش فاتح البيج ممكن اقول لك سريعا كده ناخدها واحده واحده. في الأول في سؤال من أسامة العزازي، أسامة بيم يونت هيد، في كذا سؤال. أول سؤال بيتكلم هل تم إلغاء بيم 360 تماما؟ لا، هو بيم 360 ما اتلغاش، هو دلوقتي أصبح عندنا إحنا من شهر فبراير في سنة 2021 أصبح في بلاتفورم جديدة اسمها أوتوديسك كونستراكشن كلاود أو ما يطلق عليها بيونيفايد بلاتفورم، وهي أخدة سيم فيتشرز بتاعت البيم 360، بس الفكره ان اصبح المنصه الرقميه بتاعت القائمه اللي هي اوتوديسك دوكس اللي هي يعتبر بديل البيم 360 دوكس، طريقه بس دمجها مع البرامج بتاعت اوتوديسك. يعني مثلا دلوقتي اوتوديسك دوكس بقى جوه محتوى الاي اي سي كوليكشن، بيم 360 دوكس لا بيتعمل او بيتباع لوحده، فطبعا اصبح طريقه التعامل او طريقه البيع والشراء الخاصه بالبيم 360 مختلفه عن اوتوديسك دوكس. الفيتشرز مختلفه، في فيتشرز مختلفه، انا مش هقدر اقول لك يعني في فيتشرز متشابهه وفي فيتشرز مختلفه، المسميات طبعا اختلفت، لكن يظل برضو ان في حاجات متشابهه ما بين الاثنين، لكن ما لغيناش بيم 360 ولا لغينا اليونيفايد بلاتفورم. تمام، التساؤلات الثانيه كده المحاضرة مسجلة. في سؤال عن شرح من محمد نصر الدين عن شرح الـ Naming Convention Customization. اوكي، انت كنت قلت حاجة عنه في المحاضرة، بس أعتقد ممكن شرح زيادة عن الـ ISO Naming Convention. هو شوف يعني خلينا كده نوضح بشكل سريع فكرة الـ Naming Convention. يعني احنا دلوقتي مثلا طبعا هو مش يعني دخولا في التفاصيل لان هو الشرح اكتر بتاعه في الاي 19650، انت لو حضرتك حابب انك تسمع تفاصيل اكتر او تعرف تفاصيل اكتر في النيمك كونفنشن او النيمك ستاندرد ممكن حضرتك تنزل الاي 19650 رقم 2 وهتلاقي مشروح بالتفصيل طريقه تسميه الملفات، طريقه تسميه اللوحات، طريقه تسميه الفاميليز اللي جوه الريفت، طريقه تسميه العناصر المختلفه جوه الريفت. فطبعا كل ده هيبقى ليها طبعا الموضوع ليه شرح كبير لوحده، بس لو حضرتك عايز انك تعرف تفاصيل اكتر كل ده موجود جوه ال 19650 رقم 2. في اسئله ثانيه؟ تمام. هو هل هي الايزو الطريقه دي الديفولت بتاعت البيم 360 صح، او بتاعت ال بالظبط. في سؤال بعد كده بالنسبه ل هل اوتوديسك تعتمد عده لغات على هذه المنصه؟ هي عدة لغات أجنبية بس العربي طبعا لسه مش متاح في الموضوع، لكن جوه الفايلات عادي عربي، لكن كانترفيس نفسه مفيش عربي. الانترفيس بالظبط. برضه نفس الفكره، هل نيم اوتوديسك ان تعتمد عده لغات لامتحاناتها؟ اعتقد الامتحانات برضه مفيش لغه عربيه، الامتحانات كلها بالانجلش تقريبا، يعني في كذا لغه بس يعني انت مفيش فاكر عربي. لما جينا حاولنا نعرف المصطلحات باللغه العربيه اتفاجئنا ان حتى المصطلحات لو انا عرفتها بالعربي مش عارف افهمها، يعني انا الفكره ان احنا كلنا اتعودنا ان المصطلحات كلها بالانجلش، يعني في مشكله يعني حاليا في موضوع التعريب للاسف في مشاكل شويه، بس ان شاء الله تتحل يعني قريب باذن الله. ان شاء الله. هي تحتاج يعني ناس اكتر بتستخدم العربي، بعد كده هيبقى
هتبقى كلغة هو موجودة يعني. عامة طريقة التعامل مش هتبقى صعبة جوه البلاتفورم، لأن طبعا المسميات كلها زي ما تتعامل مع الأوفيس، يعني كأنك بتفتح الوورد والإكسل هو نفس المسميات، مش هتختلف معاك، يعني مش هتواجهك مشكلة إنك تبقى شايف مصطلح بلغة صعبة شوية أو بلهجة صعبة شوية، لا هو الموضوع يعني سهل وبسيط جدا يعني. تمام. في سؤال ده ممكن ده للوك ثرو، ده لما ببعت سبميتل او لو جالي كومنت عليه بيبعت نوتيفيكيشن على الميل صح؟ بيتبعت لك نوتيفيكيشن ان السبميت هترد عليه بايه، وبتبدا تفتح بعد كده بقى من خلال من خلال البلاتفورم تبدا تشوف لوج كامل لكل المستندات اللي جوه السبميت، وكل واحد ايه الملاحظه اللي ترد عليها بالظبط. تمام. سؤال بعد كده، هو انا في دوكس ممكن ابعت له فايل ريفيت او نيفيس بيبص عليه ويديني عليه كومنتات مش شرط لوح بس ولا ايه؟ اعتقد هل يقصد الفورمات بتاع الفايل، مش لازم يبقى PDF بس، ولكن ممكن يبقى فايل طالع من نيفيس وركس او طالع من الريفيت. ده تمام، ده أعتقد ده تم الرد عليه بالظبط في المثال، هو معتز ورانا هو كاد والريفيت كان بيتعمل أبلود صح؟ الرابط اهو الرابط. تمام. الله ينور عليك. بس هنا يا باشمهندس اسامه ما بقدرش غير ما اعمل بس ايشو، اما مارك ابس على 3 دي لا، بس المارك اب شغاله مع ال 2 دي سواء كانت شيتس او بي دي اف. يعني هنا لو رحت كمارك ابس لشيت 2 لكن دي، كايشو اه بالظبط. انا هنا في الموديل ده بس ما عنديش شيتس، هفتح موديل تاني. شوف ال 2 دي كده يا معتز معلش. نفس الموديل تقريبا ده الاستراكشر، اعتقد كان في شيء تصنع تحت. هو عموما برضو عشان خلافين للموضوع، هو المارك ابس انت بتفتح المارك ابس تفتح على اللوحه اللي جوه الريفت، لكن بالنسبه للايشو الايشوز موجوده تقدر تعملها على 2 دي وال 3 دي. وفي ميزه كمان ان في حاجه اسمها ايشو مانجمنت، بتنزل كتاب كاحد التابس اللي بتنزل جوه الريفت. الغرض منها ان بيحصل تواصل ما بين اللي كان شغال على كلاود واللي بيقدر شغال على ريفت، بحيث ان الايشو بتتحدد مكانها بالظبط، بيقدر المهندس اللي شغال على ريفت يعرف مكان المشكله فين جوه المشروع ويقدر يحلها ويعمل ابديت مع الملف المركزي الموجود على الاي سي سي. انا كنت عايز اعمل لها شير ديت بس ما كانش في وقت، يعني كنت عملت ايشو على موديل ما فيش مشكله. نبص عليها سريعا. هنا كان في ايشو عمل لها بين، طبعا زي ما قال باشمهندس كان البلجنز الخاصه بالايشوز، فاي ايشوز عندي بالظبط خلاص انا شايف بشتغل فيها. خلاص انا مثلا هغير السيستم بتاعها ان ريفيوينج، هلاقيها سماعه على الكلاود ان ريفيوينج، خلاص انا حليتها هعملها كلوز. تمام. أعتقد ده بيرد على السؤال اللي بعده برضو في مرحلة الكورنيشن. لو بشتغل على النيفتس وبرفع الدوكس، هل ممكن أعمل الكورنيشن كله على الدوكس؟ خلينا بس نوضح ان فكره الكوردينيشن هي ليها مديول خاص اسمه موديل كوردينيشن، موجود على الاي سي سي من خلال المديول اسمه بيم كولابريت برو. ده قايم على اوتو ديسك دوكس برضو على كل الملفات الريفت اللي شغاله على الاوتو ديسك دوكس، بس هو الغرض منه ان هو كديزاين كولابريشن وموديل كوردينيشن، يعني كل الكلاشز ويعمل كلاش اكشن واساين الكلاشز للمهندسين شغالين على الريفت ذات نفسه او النافيس ووركس. لكن هو في مديول خاص اسمه موديل كوردينيشن موجود جوه الاي سي سي، احد المديولز القائمه على اوتوديسك دوكس. تمام. السؤال اللي بعد كده، لما بشتغل على ملف الوورد الفيرجنات او النسخ بتتسيف بتتحفظ على الدوكس ولا على الديسكتوب؟ الدوكس يعني الفايل انا على رفعته الدوكس على بس. الدوكس لما بالظبط اديت. بس بشرط اتفضل يا مهندس. قول يا استاذ. لا هو بس بشرط ان اهم حاجه اللي شغال على الوورد او الاكسل يكون عنده اكونت اساسا على اوفيس 365 علشان يقدر ان هو يعمل ربط ما بين ملف الوورد الموجود هنا مع الداتا اللي هو بيعدلها على الدوكس. اتفضل يا مهندس في نقطه عايز. لا تمام يا استاذ، عاوز اوضح ديت بس انت وضحتها. طب تمام. تمام. برضو عشان ابقى اوضح ان انا فهمت صح، ان انا دلوقتي لو الملف بتاعي على الاوتوديسك دوكس وانا فتحته زي ما معتز فتح كده، من سواء من الريفيور اللي على
الكمبيوتر بتاعي او من الدوكس نفسها وعدلت فيه، ده بيتسايف خلاص كده على الدوكس، موجود في كل حتة، كل الناس هتشوف. تمام. تمام. على الشرط اللي احنا سبقنا مش ذكرناه شرط ان قبل انا كده. طبعا لو مش هقدر اعدل غير لو انا قادر افتح واعدل فيه، فلو انا فتحت وعدلت فيه هيبان عند كل حد. هل جوه الدوكس برضو ممكن اعمل ميتنجز اونلاين واعمل عليه مينتس للميتنجز ديت؟ لا لا ده في مش كولابريت. زي ديت، في الكولابريت برو والبيلد بعرف اي. تمام، يبقى ده بالنسبة برضو نفس زي السؤال بتاع الكوردينيشن. معظم الكوردينيشن المشروع بيبقى على كولابريت. هل ممكن استخدم الدوكس في ال RFI؟ لا ده بيلد، ال ار اف ايز موجوده غير في البيلد. بالظبط، ده موجود في مديول اسمه اوتوديسك بيلد. تمام. لو هنتكلم على البيم دايمنشنز، اقدر اقول اس سي واوصل لاي دايمنشن؟ هل نقدر نشوف مثال حي لو موجود؟ مش متاكد ان انا قادر افهم السؤال. هو يقصد بالبيم دايمنشن اللي هي 3 دي و4 دي و5 دي و6 دي و7 دي، بس هو الفكره ذات نفسها احنا مش بنتكلم هنا على دايمنشنز، احنا بنتكلم هنا على مانجمنت. يعني احنا بنشوف ازاي بنقدر نعمل مانجمنت للمشروع ذات نفسه ك 3 دي موديل او ك 2 دي. لكن بالنسبه لل 4 دي وال5 دي وال6 دي وال7 دي ما هي الا مراحل توصيفيه للمشروع. يعني انت بتتكلم 4 دي فانت بتتكلم تايم سيموليشن، ده بيتعمل على نافيس ووركس. لو انت بتتكلم في ال5 دي كذلك ده كوست استيميشن برضه بيتعمل على نافيس ووركس. لو انت بتتكلم في كاسيكس دي فانت بتتكلم في السستينابيلتي والجيت بيلدنجز، ده بيتعمل على برامج تانية خاصه باوتو ديسك مثلا زي الجيت بيلدنج زي انسايت الى اخره. لو بتتكلم على 7 دي فاسيليتي مانجمنت، فاحنا عندنا مثلا زي اوتو ديسك كاندم، فدي ليها مراحل مختلفه. يعني الموضوع ذات نفسه بعيد شويه عن اوتو ديسك دوكس لو ربطناه بالسؤال. تمام. بس ممكن بالفورج، كنت انا شفت البروجكت معمول الفور دي باستخدام الفور طبعا فاسيلتي مانجمنت بالفورج مع ماكسيمو. بالظبط. تمام. لسه معانا يعني 5 دقايق كده، كويس عشان نكمل بقية الأسئلة. سريعا يعني سريعا. توفيق. طبعا المحاضرة مسجلة وهنبعت لكم لينك بالتسجيل، وأنا كده كده هرفع التسجيل، هحط الفيديو على نفس البوست بتاع الأسئلة، فيبقى البوست فيه التسجيل وفيه الأسئلة بتاعته. عشان كده كنت بحاول كل الأسئلة تبقى هناك بحيث يبقى الموضوع كله موثق. نصر الدين بيتكلم ان هو بيتكلم عن تعديل الفورمات عن طريق الاكسل، ده تعقيبا على السؤال بتاع النيمينج كونفنشن اعتقد، صح؟ تمام. في تعديل الفورمات عن كاستمايزيشن طريق الاكسل. لا بالظبط، احنا ممكن نعمل ايه يا باشمهندس؟ يعني احنا ممكن نقدر لو عندنا اكسل شيت في نيمنج ستاندرد موجود بالطريقه اللي احنا اللي انت ماشي بيها، بتقدر تعمل لها ابلود وبتبقى ماشيه على الطريقه اللي انت ماشي عليها. بمعنى يعني انت مثلا دلوقتي لو فتحت النيمنج ستاندرد عندك وانت عندك طريقه بالظبط زي باشمهندس معتز ما هيوضح، هتقدر ان انت تستعين بالاكسل شيت ترفع منها، بس اهم حاجه تبقى متوافقه مع الطريقه اللي الاكسل شيت اللي هينزل بيها زي ما باشمهندس معتز ما هيوضح بيها. ديت التمبلت اللي لازم اكون بالظبط ملتزم بيها اللي عاملها لازم داونلود ده من التمبلت. الكونفنشن. هنا ديت السيتنج هتلاقي كان في عندي ديت السيتنج عموما، هنا مثلا بيقول لي انت هتفصل بايه. انا مثلا هفصل هنا بهال بوينت والاندر سكور ولا ايه الاكستنشن اللي انا هفصل بيه. تمام. مثلا هنا في البروجكت بيقول لي ان انا مثلا لما تكون عندي التكست فيلد لازم احدد الكاركتر مثلا من 2 ل 6، مثلا من ما يقلش عن 2 وما يزيدش مثلا عن 6، لا ممكن مثلا من 5 مثلا ل 20. فانا كل السيتنج ديت ممكن اغير فيها. طبعا هنا انا عندي ديت الاورجنايزيتور بتكون عباره عن دروب داون ليست، لا انا ممكن مثلا اخليها تكست عادي ممكن اغير. والفوليوم سيستمز المختلفه عباره عن دروب داون ليست عباره عن زي زي واكس اكس. الزي زي مثلا كاتب لها ديسكريبشن عباره عن اول فوليومز او اول سيستمز، الاكس اكس لا مفيش مثلا نو مثلا فوليوم او نو سيستمز. فانا ممكن اكستمايز بناء على التمبلت ديت. مثلا انا مثلا عاوز اضيف اتريبيوت مثلا فاليو مثلا وليكن مثلا دي دي. انا بس هانيبل الايديتنج، انا هقول مثلا دي دي ومثلا هديها مثلا ديسكريبشن معين. فانا لو سيفت وعملت ابلود للتمبلت ديت فعلا هلاقي
في الفيلد الخاص بالليفل واللوكيشن في عندي ظهر الدي دي. خلاص انا خلصت الكاستمايزيشن بتاع النيمينج كونفنشن بتاعي. بس انا هكنسل، هروح في السيتنج الخاصه بالنيمينج كونفنشن، بعمل لها امبورت، بعمل امبورت للاكسل. فانا ممكن اعيدت واغير براحتي واعمل كاستمايزيشن بناء على الورك فلو بتاع الشركه بتاعتي والستاندرز بتاعتها على الاكسل، وبعد كده بعمل لها ابلود. يا رب تمام. كده اكون جاوبت حضرتك. أعتقد دي إجابة، هي دي الإجابة اللي أنت كنت مستنيها باشمهندس نصر الدين. لو في تعقيب برضو تاني ممكن تكتب لنا سريعا. بالنسبة للباشمهندس أسامة، هل ممكن أعمل محاضرة لتوضيح جميع مكونات الـ ACC بشكل مفصل؟ أعتقد مفيش حاجة مانع، صح ولا؟ مش مشكلة طبعا. بس مفيش مشكلة، ممكن نكمل الشهر يعني في أغسطس، نعمل ويبينار تاني عن الـ ACC بشكل برضو مفصل، نشوف coordination وكوبية الأسئلة. باشمهندس نصر الدين، أنا بس مستني. أعتقد الإجابة تمام أو في صفحة تانية. وبرضه لو مش واضحة احنا مع بعض على المنتدى ان شاء الله. بالظبط، يعني الناس ممكن ترد على المنتدى بعد ما تخلص. سو آخر سؤال بس عن Autodesk Tandem، هو طبعا ملوش علاقة بالمحاضرة بس ممكن نحطه على جنب. هل الديسك تاندم منتشر للاستخدام في العالم ولا مازال تحت التجربة؟ هو بدأ ينتشر بالفعل وبدأ ليه استخدامات، بس هو احنا بنتكلم على مراحل نضج يعني اللي احنا بنتكلم فيه فكرة الديجيتال توين، لأن الديجيتال توين ليه 5 مراحل نضج مختلفة. احنا دلوقتي بننتقل من المرحلة للتانية في اوتوديسك تاندم، لأنك لو استخدمت اوتوديسك تاندم حاليا فهو بيعتبر فيزيكال ديسكريبتيف لكل العناصر او كل الاسيتس اللي موجوده جوه المشروع، مع بيان جدول تفصيلي لكل العناصر بمعلوماتها الخاصه بالفاسيلتي مانجمنت. لكن احنا دلوقتي بنتارجت فكره الربط مع الاي او تي او الانترنت اوف ثينجز، وده المرحله الثالثه من مرحله نضوج الديجيتال توين الموجوده جوه اوتوديسك كاندم. لكن هو حاليا يعني بيباع في عده دول في العالم دلوقتي. تمام. شكرا باشمهندسين على وقتكم، وشكرا على شكرا الأسئلة لكم. والتفاعل. لو حد لسه في عنده أسئلة ممكن يكتبها برضو ككومنت على البوست. باشمهندس اسلام، باشمهندس معتز معودين اونلاين وهيقدروا يردوا عليكم عادي جدا بعد اللقاء. احنا طولنا 12 دقيقة عليكم، معلش، ولكن عشان نلحق نرد على كل الناس. لو لسه في أسئلة اكتبوها لنا، وانا هعمل زي ما قلت لكم التسجيل هيتحط على نفس البوست. لو حد برضه بيشوف التسجيل وعنده سؤال اكتبه وهنرد عليه. شكرا باشمهندس معتز على الشرح المفصل، شكرا باشمهندس اسلام على الشرح الجميل طبعا كالعادة. شكرا ربنا يخليك. ونشوفكم ان شاء الله، يعني شكرا للحضور طبعا وعلى الأسئلة، ونشوفكم ان شاء الله في الويبينار اللي جاي. هبعت لكم على الايميل فولو اب بالتسجيل وبالمحاضرات اللي جاية ان شاء الله. شكرا أشوفكم على خير. لحضوركم، إن شاء الله ألقاكم على خير إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة.